The most diversified kitchen today, I would believe, in the Middle East today, is in Saudi Arabia. But with King Mohammed. And signing, yeah. ونبدأ رحلة مهمة جدا في تطوير منتج جديد وهو منتج المطعم السعودي. يعني اليوم ندخل فنادق ونجد مطاعم باسم مطعم يعني إيطالي، المطعم الصيني، المطعم كذا. لابد أن اليوم ناد أيضا في بلد فيها تنوع ثقافي كبير جدا يشمل أيضا الطعام، المشرب والطعام والمأكولات. في عندنا من أهم دول اعتقادي في المنطقة كلها المملكة السعودية بسبب التنوع الحضاري والتنوع الثقافي اللي فيها والألوان في هذا البلد. أنا هذا يدخل الآن في مطاعم احترافية، طباخين محترفين سعوديين وغيرهم الذين يقدمون تجربة تعكس التراث الجميل واللذيذ نقول في الحالة هذه لبلادنا في المطاعم الوطنية التي تسمى المسمى الآن مطعم وطني سعودي. ونحن عندنا مجموعة من المحترفين الطبخ وكذا الذي تدربوا الآن في الفنادق هذه من السعوديين الذي سوف يعملون معنا في تطوير منتج جديد كامل. فيها نوع من المحفزات لموضوع التصنيف، موضوع يعني درجات التصنيف الأخير وكذا. عمر مبارك الآن عندهم نفس ال. نبغى محفزات. كويس. طيب كل إخواننا. جداً. هذه خطوة غير مسبوقة. في عندنا سوينا الآن حقيقة شراكة نعتبرها بين منظومة الفنادق المملكة السعودية وهي منظومة في تنامي عالي جدا وهناك مئات الآلاف من الغرف الفندقية الآن وفنادق مميزة المملكة. قمنا بمرحلة إعادة تصنيف كامل الفنادق الوطنية. الآن ندخل في موضوع دور هذه الفنادق في الاقتصاد الوطني أنها تكون حقيقة لولا لها دور إضافي وجديد في تحفيز ثلاث طبقات. أولا هي الحرف وصناعة التقليدية الوطنية هي جزء من مشروع أكبر وهو مشروع خان محمد الشريفين للتراث الحضاري الذي يشمل إظهار وإبراز التراث الحضاري الوطني بكل معانيه كلاعب رئيس في الاقتصاد الوطني وكجزء وتكوين وجزء مهم من تكويننا اليومي في حياتنا اليومية. لذلك لا نريد أن التراث الوطني الحضاري يبقى مدفونا في كتب الآن. نحن الآن نخرج هذا التراث الحضاري ليلعب اللعبة الاقتصادية الكبيرة. النادي الحرف والصناعة التقليدية توجه الآن في المرحلة تقريبا وسط الأمر الزمني للبرنامج أننا ندخل الحرف اليدوية والصناعة التقليدية في أعمال المنشآت الفندقية، التصاميم، في شغل الأشغال الخشبية، في الأشغال الديكورية، وفي المنتجات الحرفية التي تدخل في الغرف الفندقية، في المفروشات، في السجاد، في صالات الفنادق، حتى نحفز الشراء من الحرفيين السعوديين ومن الشركات التي سوف تنتج الحرف الوطنية بأيدي سعودية. والآن أيضا سوف نبدأ رحلة مهمة جدا في تطوير منتج جديد وهو منتج المطعم السعودي. يعني اليوم ندخل فنادق ونجد مطاعم باسم مطعم يعني إيطالي، المطعم الصيني، المطعم كذا. لابد أن اليوم ناد أيضا في بلد فيها تنوع ثقافي كبير جدا يشمل أيضا الطعام، المشرب والطعام والمأكولات. في عندنا من أهم دول اعتقادي في المنطقة كلها المملكة السعودية بسبب التنوع الحضاري والتنوع الثقافي اللي فيها والألوان في هذا البلد. أنا هذا يدخل الآن في مطاعم احترافية، طباخين محترفين سعوديين وغيرهم الذين يقدمون تجربة تعكس التراث الجميل واللذيذ نقول في الحالة هذه لبلادنا في المطاعم الوطنية التي تسمى الآن مطعم وطني سعودي. ونحن عندنا مجموعة من المحترفين الطبخ وكذا الذي تدربوا الآن في الفنادق هذه من السعوديين الذي سوف يعملون معنا في تطوير منتج جديد كامل أدلة وأدلة المطابخ وأدلة الطبخ وتقديم الخدمة. هذه كلها فرص عمل. نحن في الهيئة المصرية على الآثار لا نتكلم عن إنتاج فرص العمل، نحن نعمل ضمن برامج منهجية
لخلق تحول كامل في قضية فرص العمل. برجع بزنس هوتيل ممتاز. متى يفتتح؟ ثلاث شهور. علمونا متجهزين. شكرا.